مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة وتراجع فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا حارة في معظم المناطق، المناطق الشمالية الغربية 38 العظمى والصغرى 23، المنطقة الشمالية الشرقية 35-24، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 39-28، وأيضا حارة في الوسطى 39-27، وحارة في المنطقة الغربية 37-30، وأجواء معتدلة إلى غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية 29-18 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 36-23 والمنطقة الشمالية الشرقية 34-22، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 40-29 وحارة في الوسطى 39-28 وحارة في الشرقية 37 العظمى والصغرى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية تقريبا غائمة جزئيا معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 28-16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 35 والصغرى 23، الشمالية الشرقية 34-23، أجواء حارة في المنطقة الشرقية والوسطى، الشرقية العظمى 40 المتوقعة والصغرى 28، كذلك المنطقة الوسطى المتوقعة 41 والصغرى 28، أجواء حارة إلى حارة نسبيا في المنطقة الغربية 36-38 العظمى والصغرى 29، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 28-17 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا. المناطق الشمالية الغربية 36-22 وكذلك الشمالية الشرقية 36-22، أجواء حارة في المنطقة الشرقية والوسطى، الشرقية 39-28 والوسطى 40-28، والمنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-29، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29-17 درجة مئوية. يوم الخميس تقريبا تنشط الرياح في المنطقة الشرقية، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 36-22 والشمالية الشرقية 35-22، أجواء حارة ورياح نشطة في المنطقة الشرقية، الرياح النشطة تثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية 39 العظمى والصغرى 29، المنطقة الوسطى 40-27 والمنطقة الغربية 38-29 أجواء حارة وأجواء معتدلة في المنطقة الجنوبية الغربية، معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم، يوم الجمعة أجواء حارة نسبيا في المنطقة الشمالية الغربية، العظمى 37 المتوقعة والصغرى 21، المنطقة الشمالية الشرقية حارة نسبيا انخفاض على الحرارة 33-21، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 38-28، حارة في الوسطى 39-36، حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 36-30 درجة مئوية، ومعتدلة في النهار لطيفة في الليل في المنطقة الجنوبية الغربية، والعظمى المتوقعة 28 والصغرى 17. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.